فلما نيجي ننظر مثلا الى الاغنياء والفقراء او الفئات الاجتماعيه المختلفه، عندنا من الارقام اللي لها دلاله في الموضوع باختصار شديد انه تاخد بند الاجور وبند الفوائد كنسبه من المصرفات العامه، الاجور زي ما قال دكتور فرج 25% والفوائد 26%. الأجور هي عرق العاملين بصرف النظر بقى عن البلاوي اللي فيها الأجر الأساسي الربع والمتغير ثلاثة أرباع، إنما في النهاية تعويضات العاملين، عرق الكادحين خلينا نقول. نعم؟ لا العاملين إلى أن يثبت العكس، تمام؟ الفوائد هي ما يعود على بصفة غالبة الأغنياء، لأنه دي الناس اللي عندها فضلة من الأموال بتقرضها للدولة وبتاخد فوائد مقابلة. فلما يكون 26% من المصروفات تروح للفوائد و24 تروح للتعويضات العاملين، ده بيديك فكرة انه في الواقع انت بتاخد من بتدي للقادر اكبر مما بتدي لغير القادر، نسبة الفوائد اكبر من نسبة الاجور. ودي واحدة. الحاجة الثانية بالنسبة برضو للعدالة الافقية او بالمعنى الافقي، ان انا عندي بتكلم على الانشطه الاقتصاديه المختلفه، بتاخد الزراعه وتاخد التصدير على سبيل المثال، دعم التصدير يصل الى 3.9 مليار جنيه، دعم المزارعين على بعض كده 300 مليون. فعد بقى المزارعين في الفيوم وفي الدقهليه وما بين الاثنين، ها، وعد المصدرين قد ايه واحسبها، هتلاقي انه في النهايه انت بتدي للقادرين نسبه اكبر انت تديها لغير الايه لغير القادرين. وده معناها انه من حيث العداله بين الفئات الاجتماعيه الارقام بتاعت الموازنه العامه للدوله بتقول انه لا توجد عداله اجتماعيه بالمعنى الافقي. لما نيجي للاجيال بقى، ودي نقطه مهمه جدا، الاجيال كل ما انفقت على التعليم وعلى الصحه اكتر يبقى ده لمصلحه الاجيال القادمه، كل ما انفقت على المشروعات بتخلق فرص عمل. الارقام بتقول انه النصيب نصيب التعليم والصحة في مشروع 13-14 أقل مما كان عليه في مشروع 12-13، يبقى أنت ماشي بالعكس، بدل ما بتزود المنفق على التعليم، صحيح الأرقام زادت لكن النسب قلت، وده هو الإيه؟ هو المهم. فبعد ما كنا بننفق حوالي 18% على التعليم في مشروع 12-13 أصبحنا بننفق فقط 16%، أقل من 16%، وشيء مشابه بالنسبة للصحة. وبالتالي أنا بقول إذا نظرنا إلى أرقام الموازنة كمؤشر على العدالة بين الأجيال في هذه الجزئية فهي لا تحق العدالة، بالإضافة إلى أنه العجز الممول بالقروض معناه أن الجيل الجديد هيدفع ليه. نمرة ثلاثة بقى، ان البلد ماشي على اساس انه بيحرق الغاز الطبيعي ويقربع البترول، ودي ثروة المجتمع ككل، لا يجوز ان الجيل الحالي يستنزفها ويترك الجيل التالي بلا. اخر نقطة متعلقة بالعدالة بين الجهات، من المثير جدا انه الارقام بتاعت الموازنة بتقول في مشروع موازنة 13-14 دعم الصعيد 600 مليون جنيه. طبعا لو بصيت للامر تجد انه قبل كده كان دعم الصعيد 200 مليون فزاد الى 600 مليون أملة كبيره جدا، انما الارقام بتقول ان تلتين الفقراء في مصر في الصعيد يتركزوا في الصعيد، وبالتالي الصعيد منطقه اولى بالرعايه بكل الايه بكل المقاييس. والرفع الى 600 مليون اذا قارناه بالمخصص لدعم المصدرين، لو ما على فكره مصدرين تتكلم على حفنه تعد على اصابع اليدين على اقصى تقدير، كويس 3.4 مليار بالمقارنه، يعني معناها 6 5 6 من 5 الى 6 امثال دعم الايه دعم الصيد.
وبالتالي بنقول انه القراءة الاجتماعية لأرقام الموازنة، وده بقى لما احنا نشتبك مع الحكومة ومع الأطراف الأخرى في مناقشة، ونقول احنا عايزين نغير هذا الوضع، عايزين نغير نصيب الأجور بالمقارنة بنصيب الفوائد في الموازنة العامة للدولة، عايزين نعدل هيكل الأجور في نفس الوقت، وبعدين عايزين نزود حصة التعليم وحصة الصحة لضمان حق الأجيال القادمة في تنمية بشرية أفضل وخلق فرص عمل أفضل، وأيضا عايزين نزود حصة الأقاليم المنسية في مصر وعلى رأسها وفي المقدمة إقليم الصعيد. 600 دي المفروض أنها تتضرب في 10، وبالتالي تبقى بتتكلم على 6 مليار وليس 600 مليون. ده صحيح. السؤال بقى، هل هناك استحالة اقتصادية أن ده يحصل؟ الإجابة بمنتهى الأمانة لا، لأن الموضوع كله محكوم بأولويات ورؤية سياسية. ببساطة شديدة، احنا بدأنا عركة ثورة في 25 يناير، واحنا دلوقتي عملنا موجة تانية في 30 يونيو، مظبوط 2013، لكن لازالت العدالة الاجتماعية فريضة غائبة، والكفاح قدامنا في سبيل تحقيق الهدف ده كبير. محتاجين موجة ثالثة وربما موجة رابعة يا سمير. طبعا، لا عشان ما نخدعش انفسنا. خلي بالك، اصل انت بتتكلم على مجموعات مصالح، مجموعات المصالح دي ستستميت في الدفاع عن مصالحها، وبالتالي المنطلق لا يفل الحديد الا الحديد. عايز العزم الشديد بس. فاكر كل ما نبتدي نقرب من السقف اللي هو الحد اللي يجوز للدنيا تجاوزه، نرفع السقف ايه شويه، ما نتجاوزناش برضه، ده عشان العجله تدور، لانه ده مجتمع مأزوم. انما في حالتنا، عشان انا اتحاشى العجز، لابد ان انا يعني اوصل الى كرسي الحكم عناصر مؤمنة بهذه القضايا، قضايا العدالة الاجتماعية بالإنتاج وليس المجتمع الريعي. وده معناه أن عندنا كفاح طويل لابد أن احنا نخوضه. إبراهيم قال النشاط الرأسمالي الخاص يمول الموازنة، إبراهيم عبد الراضي، أم يأخذ منها؟ طبعا إذا خدت في الاعتبار، محتاج الحزبة، لكن بشكل عام في نشاط رأسمالي خاص كبير وفي نشاط رأسمالي خاص صغير. المصدرين بيدفعوا ضريبة قد إيه وبياخدوا دعم؟ المصدرين على سبيل المثال، ده مثال لرأسمالية كبيرة بتاخد أكتر مما بتدي، كويس؟ فده برضو مرتبط ببنية القوة في المجتمع. لكن أنا مش عايز يعني استنتج من هذا إنه التجمعي يبقى ضد القطاع الخاص. انا عايز اسجل في هذه القاعة ان التجمع كان اكتر الاحزاب انحيازا للقطاع الخاص المنتج، وده باين في البرنامج العام بتاعه اكتر من اي حزب، بما في ذلك الحزب الوطني. الحزب الوطني كان منحاز للقطاع الخاص غير المنتج. يعني احنا منحازين لقطاع خاص منتج وله وظيفة ورسالة، بس بنضيف اليه قطاع تاني، القطاع التعاوني اللي هو لازال يعني منسي حتى الآن.